وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان بالعالم العربي وبكل انحاء العالم، خصوصي لمحبي ومتتبعي فقره كتاب. دكتور ديزيري سقال، مدير كلية الآداب الفرع الثاني بالجامعة اللبنانية، رئيس جمعية تجاوز الثقافية، باحث وشاعر، وصدر له حوالي 70 كتاب تنوعت بين أبحاث وشعر وكتب مدرسية. استقبلناه من شي حوالي سنتين حول معلقته الأولى، واليوم صدر له 3 معلقات، معلقة الثانية والثالثة والرابعة. عم نحكي عن المعلقة الثانية تحت عنوان كتاب الذاتين، زيادة عن زيادة لأنه تصارف ملا تعرف في أبحاث في 3 سنين أنه اشتغلت على معلقات. أول شيء ليه سميته المعلقات؟ أول شيء شو هي المعلقة؟ نفسر أكثر للمشاهدين، وليش هولي سميته معلقات؟ أكيدا لأنه بتمس مثل ما معروفة هي أبيات شعرية تفوق 100 بيت وبطلوع. شو الجديدة اللي قدمتها المعلقات اللي فريد أو المميز إنه الغزل عم بيكون أوقات لبيتك وأوقات للغير؟ شو الوضع؟ يعني التوأم الروح هو روحك نفسك. الروح بالضبط. المعلقات الثانية والثالثة والرابعة بتحمل كل واحدة منها عنوان فرعي، في حين إنه المعلقة الأولى اسميتها كمان معلقة ديزيري. أول شيء ما كنت عارف إنه رح يطلع معلقات. وضح شو هي المعلقات، شو يعني شو الفكرة المحورية. وانتهى الوقت، لمت نفسي إلى أفق معراجه. يعني حلو الغزل لنفس وحلو الغزل للغير، اثنيناتهم طالعين كتير حلوين. أنا بدي أشكرك على حضورك. ألف مبروك. مشاهدينا دايما تذكروا أن مفتاح القلب كلمة، والجمال ببلش من هون. ببدعكم وبلاقيكم بعد بكرة. باي باي.